منتجعات سنتوسا العالمية هي إحدى وجهات السفر الأكثر شعبية في سنغافورة. بسبب تأثيرات الوضع الوبائي العالمي انخفض عدد السياح بشكل كبير للعام الجاري، وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 94% على أساس سنوي. وقالت وان جين مساعدة رئيس للتسويق في منتجات سنتوسا العالمية إن منصة معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات تعتبر ثمينة في هذا السياق، واجتذب معرض الخدمات السياحية أكثر من 700 منظمة سياحية ومؤسسة سياحية ومشترين مدعوين بشكل خاص من أكثر من 40 دولة ومنطقة. وتتفاعل منتجعات سنتوسا العالمية بنشاط مع ممارسي السياحة والمستهلكين من خلال صالة العرض ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت. وقالت وان جين إن الانتعاش التدريجي لسوق السياحة الصينية بعد الوباء أرسل إشارة إيجابية إلى ممارسي السياحة في العالم. مع السيطرة على الوباء في الصين بشكل فعال خلال الأشهر القليلة الماضية، دخلت السياحة الصينية إلى مرحلة متفائلة، وخذ يضخ الكثير من الحيوية إلى صناعة السياحة الصينية ويرسل إشارة إيجابية، وقدم استئناف السياحة عبر المقاطعات ثقة لممارسي السياحة.